فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوا اي سون ويل دو بالم. عسلامه ومرحبا بكم في بنه اليوم. غدوه ان شاء الله نكونوا صمنا شطر شهر سيدي رمضان، وذاك علاش اليوم قررنا باش نعملوا لكم ان منو سبيسيال ليله النص مع الشيف اسماء مع الشيف هاله. حضرنا لكم حاجه ياسر بنينه، هذه بنه رمضان، اقعدوا معنا. عسلامه شيف اسماء. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. تري بيان. نصور الدبارة نتاع اليوم اللي هي سبيسيال ليلة النص. كي نقولوا ليلة النص نقولوا كسكسي، واحنا اليوم حابين نحضروا قبل بليلة مع السادة المشاهدين هكاك يحضروا هما لي زانغريديون تاعهم ويتبعوا الغوسيت نتاعك واحدة واحدة. فوالا فوالا. دونك اليوم كسكسي شنو باش نعملوا؟ اليوم باش نعملوا كسكسي بالعلوش. احنا نعرفوا التوانسة يحبوا ياسر العلوش، دونك كسكسي بالعلوش. عندنا هون خدينا كيلكو مورسو باش نعملوا اليوم بلاش خضرة أباغ الفلفل اللي ديما نحبوه. أيه. موجود احنا لمحالة باش نعملوه بالحمص والزبيب، ومانيش باش نعملوه أحمر برشا، ماهوش باش يكون أبيض بيان سور كيما كسكسي دار العرس. يعطيك الصحة، كسكسي دار العرس. فوالا. دونك عندنا هوني شوية طماطم، معنا الحمص، الزبيب، كل حد شلون يحب الزبيب. أيه. أصفر وإلا هذايا الأكحل. فلفل زينة كيف كيف باش عشي هكا شوية 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 شوية. القرفة كوم دابيتود، نواد موسكات، السمن، الفلفل الاكحل، الملح، الفلفل اللي مانيش باش نقليه المره هذيا، باش نحب نخليه مرمي. باش نرميوه من بعد، باش نرميوه في الاخر، نرميه اكهو. داكوغ. الوغ نبداو ناخذ المقفول نتاعنا، باش نبداو ناخذوا الزيت. ميرسي. احنا نعرفوا الكسكسي يحب راو الزيت. عندك الكسكسي والمقرونه، ماذا بيك توفرهم شويه في الزيت. باهي، انا نحضر لك الكسكسي. اي كنت تحب بيان سور. داكوغ، دونك نحطوا شويه ملح نتصور. يلزم، ونعرفوا احنا كي بدا ماهوش كسكسي نتاع الدار. يلزموا شويه ملح وبيان سور شويه زيت، مش برشا. باهي، الوغ نشعل الغاز. شيف اسماء تقلب في البصل. اي. دونك نخلطوا هذا بالزيت بالقديم، وبعد نحطوا له شويه ماء دافي. يعطيك الصحه. ماء دافي، انا نفقد النار نتاعي باش ما يتحرقش البصل بيان سور. نخليها هكا على الاخر خاطر باش نحط كل شيء مع بعضه. ونتصور باش تحط شويه قرفه. باش نرميها بيان سور. انا شنو باش نعمل توا؟ باش نحط اللحم مع البصل مع الزيت، تحط كل شيء مع بعضه. لا الوغ باش نفوح اللحم. شو هو ماذا بيك يكون دافي مش سخون. فوالا صحيت. الوغ باش ناخذ فلفل زينه. هو حلو، دونك نجمو نحطو باش يعطي هكا شويه، يعطي شويه اللون. اي فوالا. هو ازعر احنا الكسكسي باش نعملوه. لا هو مش ازعر، مش احمر برشا. مش فوالا. نجم تقول مستحمر ولا مستزعر. دونك هوني باش نحطو الملح. والفلفل الاكحل. دونك توا فوحنا لحم، ملح، وفلفل اكحل، شويه فلفل زينه، وحطينا باش نحطوا العود قرفه. القرفه لمواتي، وناخذ نستحفظوا به للكسكسي. الغاب عيشك. تفضل. ميرسي. لا انت كنت تحب لي توا شويه نجم تحط. ويظهر لي توا باش جوست يتقلى شويه مع الطماطم اون طون. دونك باش نحطوا كما قلنا شويه طماطم باش ما يجيش احمر برشا وما يجيش ازعر، خاطر برشا ناس ما تحبش الازعر زيادة. دونك لو طون الماء يسخن هوني، ونحطوا الكسكسي يفور. يعطيك الصحه. حط لك الكسكسي في الكسكيس هوني. اي هكا عندك الكسكيس. انا تنحضر الغاز من غاديكا ونخليوها على روحه
وناخذ باش نبداو الشوربه نتاعنا زيدا. فوالا تنجم تخليه غادي شويه لو طوني باش نمرق. اي دونك توا باش نمرقوا الكسكسي ونحطوا مرقه ونحطوا الكسكسي يفور ونبداو الشوربه نتاعنا اليوم اللي هي اسمها فطير العش. فطير العش باهي شنو فطير العش هي هذيا شوربه زعره بالدجاج كل حد يخدم يحب كسوسوا صدر فخاذ اللي ولا العنكوز وكل جوانح ليسونسيال بالدجاج جينيرال هذوك ماكل انا نعملهم هكاك شرب ناخذ باك الجوانح دونك توا حاطين شطر صدر دجاجه فوالا بيان سور باش نحطوا معاهم السمن وينو السمن باش نقلي في السمن لا اعطيني جو بريفير اللوح ديما انا ميرسي دونك في السمن اللي ما يحبش راهو نجم يحط زبده ما فما حتى مشكل وسمنه كهو ولا باش تحط شويه زيت؟ لا انا الوغ الشوربه الزعره عمري ما نحط فيها زيت. نجم نخلط زبده وسمن نجم سمن وحده كان ما عنديش نجم نحط زبده كهو. باهي دونك توا حطينا شطر فخذ شطر صدر دجاجه حطينا شويه سمن نحطوا توا الجلبانه عرفتي برشا الوان وبرشا خضره أي. ما شاء الله يظهر لي كلها خضره كلها الشربة. خضره اي عندنا السناريا مقصوصه جويده فوالا يزي هكا كل شيء بالعين ما عرفتيك نتاع تحط اي يظهر لي كابتشين سفناريا ابوبخي هكا باقي يقعد ديما انت لو نومبر دو بيرسون في العائله راهو معناها قد البطاطا قد السفناريا هكا عملنا هكاك نعملوا هكاك اي هو واحد ماذا بيه في رمضان راهو سورتو النساء اللي تخدم اي ماذا بيه ينجموا راهو كيما ومن بعد يقعد سي ان شوا تاع شربه نتاع نهارينا يا با ميو يا با ميو شربه نتاع نهارين هذيك ما يتلوح حتى شيء اللي تقول لك انا ما يقلقنيش كل يوم من طيب معناتها من اول جديد هذيك سي ان شوا بيرسونيل دونك تقليو هكا شويه لو طون هما يتقليو احنا باش نحطوا ملح نفوحوا بيان سور والفلفل الاكحل ما نكثروش ياسر مرقت المرقه سايين حطيت اي نحط الكسكسي فورا جوست شويه بركه خاطر ديك مرقت المرقه الاولانيه اللي هي نحطوا شويه برك باش تحل الطماطم وتزيد تتقلب مليح يعطيك الصحه هوني هاكا كيما نشوفوا هكا دونك ماهيش ممروقه ياسر ممروقه ياسر قاعده تتقلب مليح نزيدوا توا شويه غادي عندنا كان تريفات اللحم علوش قاعدين يطيبوا في الفحات والطماطم فوالا دونك تو مازلت ما مرقتش راني بالكدا ديما هكا نحب نتبعها الحاجه هذايا نقصوا النار يعطيك الصحه دونك نوا د موسكاد باش في الشوربه باش نخليها في الاخر باش يقعد داك لو جو بيان برونونسي داكور دو الوغ هوني قلينا الدجاج مع الخضره الكل نستناو شويه هكا الكلافس باش تحطوا توا ولا لا الكلافس نمرق ومن بعد خاطر انا ديما في الشوربه راني ما نخليهاش الكلافس نخرجها وعمري ما نقصها كون شي في الحلالم ريتك الحلال. تربطها ولا بعد تخرجها سينون في الحلالم نقص نحط نقص بزايد كلافس وبزايد معدنوس في لي سوب هذوما جوست نحطهم اكاهو محليه طنجره ما شاء الله كلها الوان اي وتحس منفعة صافي معناها كي ترى الالوان نتاع الخضره تعرف اللي سان روبا كامل معناها وي دونك هوني نمرق الشوربه ما فماش مشكل نجم تمرق على روحك هو يقول بريفيرونس مره واحده ثم اللي يقول لك نحبها على مرتين على ثلاثه مش مشكل ما تقلقش معناتها كي تحب انت تحط من الاول الكل نجم تحط على روحك دونك انت شو عملت توا شيف اسمه انا مرقتها ومن بعد توا نشوف اسكو كي يطيب كل شيء يطيب نلقاها هي نقصت توا نزيد سينو توا نعاود نخليها كيف ما هي وكهو دونك هذا هي الكلافز داكوغ وتقعد الشربه نتاعنا تطيب سله سله فوالا توا شنو باش نعملو باش نفقد هذايا وبعد ما نحطوا الكسكسي الكسكسي توا وشربة نتاعنا تقعد تطيب وبعد فما ايتاب اخرى باش نعملوها تو
والله بون تقعد تسيب في عقلهم خليهم يسيبوهم في عقلهم. ملا نمشي نشوف شيف هيلا. يعطيك الصحة فوالا. على السلامة شيف هيلا، شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ألوغ اليوم شنو هي دبارتنا نتاع الديسير؟ عندنا بقلاوة تركية بالنوازيت سهلة برشا وبنينة على الآخر. باهي باهي نشوفوا مع بعضنا. إي أول حاجة نستحقوا. أول حاجة باش نذوبوا مارغرين. دونك باش نذوبوا شوية جولدينا، قداش باش نحطوا؟ والله يعينك ميزانك، انا باش نحط تقريبا هكاك 150 غرام نذوبها ومن بعد نشوف كان نسحق باش نزيد. نسحق نزيدو شويه. نحطوا الجولدينه وحتى كان نذوبوا بزيد ويفضل مش مشكله. وهي البقلاوة تحب ال اي لهنا باش نحطوا الجولدينة الذوب وزيدا باش نحضروا الشحور، الشحور نتاع البقلاوة زوز كيسين سكر عليهم زوز كيسين ماء. نفس الكيس هو اللي نكيلوا به. باهي وديما نعاونوا السكر بالمغرفة باش يذوب في وسط الماء. هذه مغرفتك. يعطيك الصحة. نحركوا هكا. لازم البقلاوة من بعد تبدا سخونة من الفور والشحور نتاعنا دافئ دافئ. دونك توا الشحور يقعد يتيب سلة سلة، نعاونوه شوية باش السكر يذوب يذوب. عندنا الجولدينة قاعدة تذوب تذوب زايدة. هذوما أول حاجتين نحضروهم. أي لهنا قبل ما ندهن الطبق بالجولدينة باش ناخذ الفكة اللي عندي أنا باش نعملها بالنوازيت. خديتها مرحيه وخديت النوازيت كونكاسي. لهنا الكونتيتي كل واحد حر شنو يحب يعمل. انت والطبق اللي عندك. اي باش ناخذ معاهم سكر غلاس. انا بقليوه تركيه اليوم. لهنا باش نحط تقريبا دو ساشي تحلل لي رنده ساشي اخرى. هكا تفضل. ميرسي. هذه النوازيت نتاعنا معاها سكر غلاس. دخلتهم هكا مع بعضهم. البفريوة مرحية، البفريوة مهروشة ومعاها سكر غلاس. سكر غلاس. لك خدينا زوز ساشيت سكر غلاس فانواز. هوني عنا الجولدينة باقي الذوب ما بقاش برشا. طبعا باش ناخذ المول نتاعي. لهنا البقلاوة التركية راهي تحب برشا نحطوا لها بزيد جولدينة هكاكا ترية و ومعلكه هكا نقولوا تبدا تجي بنينه. اي هنا ناخذ الجولدينه ندهنوا الطبق نتاعنا. البات فيلو انا غطيتها لازمها نفسلك نفسلك باش ما تشيحش وما تيبسش. ما تيبسش وما تتفتفتش في يدينا وتساعدنا في الخدمه. باهي دوك عندنا البات فيلو لهنا باش نحلوها مع بعضنا. توا باش نحلوا البات فيلو نتاعنا. إذا بينا زيد مقص. هذه البات فيلو نتاعنا بعد لدهنا الطبق. الشحور نتاعنا غلاسي بون. هكا باش نحطوا له قارص. اي باش ناخذوا عصرة باهية قارص. شطر كعبة؟ لا أقل أقل عصرة باهية. خلوه يغلي بالباهية هكاكا 25 دقيقة. لهنا توا نتلهيو بالبات فيلو. بالبات فيلو نتاعنا لازم ليه نخدمو بها قبل ما تشيح لنا. قبل ما تشيح لنا ناخذو هكا هذي بات فيلو. دونك خزينا الكعبة الأولى. دهنا البلاتو بالجولدينة، حطينا الكعبة الأولى نتاع البات فيلو باش تدهنها زادا هي. اي لهنا نقصوها هكا شويه. نقصوا الزيت والا ما غير ما نقصوا نعاودوا نجم تلبيها نرجعوها هكا
ونحاولوا نسوق. تقلقش راهو حتى كي الكعبه ماهيش مريقله ماهيش باش مش باش تضر مش باش تضر. ندهنوا بالجولدينا. دونك نذكركم سيدة المشاهدين شنو هي اللي قاعده تحضر لنا توا. باش تحضر لنا البقلاوه التركيه، حطينا شويه بفريوه مهروشه وشويه مرحيه، خلطناها بالسكر غلاس فانواز، ذوبنا الجولدينا، دهنا البلاتو نتاعنا بالجولدينا، فرشنا الباتفيلو نتاعنا الاولى ودهناها زيدا بالجولدينا. توا باش نزيدوا ورقات اخرين شفاله لازمنا ديريكت نغطوا. هذه نغطيها لك ديريكت باش ما تشيحلكش انا كل ورقه. داكوغ باهي. زيد الكل باش يتقص. باهي هكا نحطوا هكا. دوك نحطوا قداش من ورقه؟ كيكه تقريبا 11. 11 من ورقه؟ اي ما شاء الله. يظني باش نخليك تحط الورقات نمشي شويه بحلى شيف اسماء. احنا ديجا تو بريسك هذوما قداش عملنا؟ عملنا اربع ورقات؟ اربعه اي هذوما اربعه كل نحاولوا كل ورقه ندهنوا ما بيناتها بالجولدينا بالكدا تبدا مشخشخه هكا. باهي يظني نرجع لك شويه اخر. نمشي شيف اسماء مرحبا. نقدموا شويه لهنا نشوفوا وين وصلنا. وصلنا هوني مرقه الكسكسي نتاعي. حطينا الكسكسي فوالا حطيتك الشطر هذيك ربع الشطر القرفه. اي وهوني قاعده نذوب في السمن. باهي وهذا الشوربه نتاعنا قاعده تغلي. والسمن شنو باش نعملوا بيه؟ هذيك لله باش نعملوا بيه فطير العش. خاطر هي هذيك الشوربه واللي باش نعملوه توا هذاك فطير العش. دونك علاش على خاطر هو بالملصوقه فطير العش اللي تابع الشوربه اللي تابع الشوربه هذيك علاش هي سماها فطير العش خاطر هاي وفات راهو كلها تسميات. باهي اما هي الاكله موجوده هي ديجا قبل وعطوها اسم. موجوده بيان سور غي موجوده بيان سور. لا نقصد فطير العش. لا هما عملوا شوربه هذه وعملوا لها الصوابع وسميوها هكا وسميوها فطير العش. دوك الصوابع باش نعملوا توا. بيان سور نعرفوا ملصوقه ديالي هي هذه تبدا ديليكات وشويه ماذا بينا ما تشمش برشا هوايه زاده. نقعد نغطي لك زاده هوني. فوالا هكا هوني دونك. اللي ما يحبش السمن راهو ايجا نقول لك ينجم يعمل اللي يحب هو مش لازم يحط السمن. ينجم يحط الزبده ينجم يحط الجولدينا ينجم هذاك يقعدوا دي كورا. دوك باش ندهنوا ورقاتنا بالسمن توا. فوالا ندهنوها ومن بعد نحبوا نقليوهم نحبوا نحطوهم في الفوغ كيما نحبوا. احنا عندنا هوني اللحم مفروم طيب ديجا يعطيك الصحة. دوك طيبنا اللحم مفروم تاعنا بشوية ملح وفلفل أكحل. هذاك هو كهو. باش ناخذوا هوني شوية جبن غابي. معناها قوش علينا باش نعملوا صوابع صوابع بريك. صوابع نورمال نتاعنا. فوالا. نحطوا هوني. مانيش باش نحط في اللحم الكل بوتيت ما نستعملوش الكل. ماذا بينا ديما ناخذوا الحاجة هكا. قدر اللي نستحقوا. قدر اللي نستحقوا على خاطر بون هو ما يقلقش كي يقعد في الفريجيدير ما الجبن يشيح مع اللحم. دونك ماذا بينا نخليو كل حاجة وحدها. هما باش يكونوا صوابعات صغار. باش ناكلوهم. دونك مش كيما صوابع. مانيش نرميهم في الشربة. أي لا سي كلير ما نتصورش معايا شفتوا احنا هكا عملنا صوابع هكا نجموا نعملوها كيف نعملوا الزريقه صباع طويل بالفاكهه وتحط في الفوق ومن بعد ما تقص. وهوني نجموا نعملوا لو ميم برانسيب تعمل هكا صباع طويل وقتها توري باش تحطوا في الفوق اوتوماتيكمون ما تنجمش تقلي صباع هكا كونش تهز الفطاير خاطر القلايه صغيره. داك نحطوه في الفور ولا نقليوهم صغيرات صغيره ونعديو بيهم الشوربه نتاعنا. فوالا طفي لك الغاز هوني. نسيتو ظهر لي تفيت على الكسكسي انا. لا سي بون. لا ولا مش سي بون دقيقة بركة. لا لا هيش على هيش على الامور واضحة. خاطر نجم نعملها العملة راهو. الوغ. دونك توا قعدنا نلفوا في الورقات الملصوقة ندهنوهم بالسمن ونحطوا فيهم اللحم مفروم والجبن والجبن. كيما السوابع البريك اللي نعملوهم اصغر هكا افين شويه. شو مثلا هوني باش ناخذوا
باش نوريك صبع تنجم هذه تعملوا هكا راهو ومن بعد تقصوا في اثنين تنجم تخليه كامل اي وتحطهم بعد تحطهم وحدهم في الصحفه هكا نتاع الشوربه وهو بجنبه هذيك تعدي بها الشوربه فوالا تحب تقص هكا اما توري باش تقلقك كعبه الملصوقه كي باش تلف الصبع باش تقلقك تبدا صغيره تقلق دونك نخليوها هكا كامله شخشوها بسم الله الله غالب انا الله غالب اعمل اللي عليك كيف تسير الشيف اسمع اسمن حاجه اون بلوس السمن راهو ماهوش ما يضرش البدن كيما نستخايلو مش ديما زيدا لا بيان سور مش ديما اما هو ما فيش مضره للبدن راهو سي دابور ما يتاكلش اون غروند كونتيتي خاطر قوي يعطيك الساعه ما تنجمش انا هوني هاني باش نعمل صباع كبير هذا اللي نجم نحطوه في الفور فوالا هو راهني قلت كيما قلت لك دو بريفيرونس راهو الكل في الفور باش تعدي بها انت الشوربه ماذا بيك راهي تحط في الفور وهو اصله يعملوه يحطوه في الفور انا قلت للناس اللي يحبوا فما ناس يحبوا كان المقلي دونك ميسيرش نجمو يقليو ماهوش باش ماهيش حاجه تقلق دونك كان نعملوا الشوربه هذي ما نستحقوش باش نعملوا معاها بيك لا عاد الواه يزين عدم الملصوق دونك هذي حاجه دوزونا شوربه كثير العش منها شوربه معاها البريك نتاعها فوالا شفت ديما يلزمنا شفت لي كوتي يلزمك ديما تلمهم باش ما يخرجش الفحص من الجناب باش ما يخرجش الفحص فوالا هاكا هاكا اي اون رول تري فاسيلمون تري بيان شفت كيفاه دونك هذا ينجم يجيك على اربعه بعد ما يطيب بعد ما يطيب بيان سور اي بعد ما يطيب هلا تبا اي شويه بخلوا نحطوهم نعملهم كلهم كبار باش تعملهم كل كبار توا يظهر لي اي نحطوهم في الفور ولا نجمو نقليهم هكا مش كبار برشا لا نجمو نقليهم كان نحبوا نقليهم نجمو نقليهم اما انا يظهر لي باش نخلي هلوله تحط هي قبلي في الفور وبعد تحط من بعد نحط انا على خاطر انا فيس على الحكايه الكل اللحم طيب جست ورقه البريك تحمر شويه وتاخذ فوالا هو ديجا الملصوقه تسمى شطره طايبه في المطبق دونك وعلى النار معموله بون بيان سور نجموش ناكلوها هكا ماهيش بنينه يلزمها باش نطيبوها تحمر شويه كسو سوا في الفور ولا نقليوها وقت تخرج البنه نتاعها السوب هكا قاعده تغلي لها ريحه الخضره اللي يحب الكسكسي سبع ما غير ما نتفقدوهم مازال توا شويه اخر باش نعملوا التفويره الثانيه نتاعو انا تسقيه هكا من الفوق ولا باش نحطوه ونخلطوه لا نهز ونحطوا عليه شويه ماء دافي وناخذ شويه من الصوص اما يلفو فيغ تري اتونسيون ما تاخذش الزيت نتاع الصوص كان حطيت الزيت نتاع الصوص تقعد الغدوة تنيدة نجي باريتا صحيتك كي تحط الزيت الكوستي ما عادش يفور يقفل باغ كونتخ كي تحطه من اللون ما يقلقش أي. خاطر من اللون باش تحط شوية كي شوية توندونس كي باش تهزم المرقة تخاف لا تهزم من غير ما تحط الزيت الكل راه صحيح دوك هذي الكعبة الأخرى نشوفوا كيفاش باش تسكرها هاكا لي بوغ باش ما يخرجش الفاخس من الجناب فوالا تخي بيان انا نمشي نرجع بحذا هلولا اي بيان نحيت لك هذا هلولا كملنا ال 11 ورقه اي حطيت لهنا 12 ما شاء الله توا باش نحطوا الفيكيا حطينا النوازيت بودر ونوازيت كونكاسي ومعهم سكر جلاس باش يشد روحه باش الفيكيا تشد روحها من فوق فما شكون ما يحطش الجولدينه في اخر ورقه باش ما تطيرش اما هذيك في بقلاوتنا احنا في التركية عادي ما يقلق الجمله نحطوا الكونتيتي الكل هو السكر غلاس اللي باش يتحل من بعد ويخلي كل شيء يشد في بعضه اي وشحور ما تنساش زيد الشحور اللي حضرناه سي بون هذه الفيكيا بقلاوتهم اسهل منها برشا برشا اي احنا نصنعوها وحدنا البات وحدنا فيها ديزاستيوس باش تنجح هنا هما زاد راهو يظهر لي عندهم ورقتهم كيفنا احنا
هذه الوال بات فيلو بات فيلو ما يعملوه عندهم بات نتاعهم ارتيزانال زاد يعملوا بات فريش معناها يحضروا بها كيما نحضروا احنا بون سي با يمكن مش كيف كيف اما زاد هما عندهم التراديسيونيل تو اسمع وريت وقت السرعه الحاضر حاجه ديما نزربوا ديما نحبوا نفس ولا لا فاسيليتي وكا هاو اي جو كومبروند سي اللي تخدم دونك لهنا تشتد هنا هاي اي ندهنها ومن بعد نقص الزيت انا ديما نقص في الزيت الورقه اللي نحطها نقص الزيت نتاعها باش ما تعطلنيش في الورقات الاخرين بيجيني الفينيسيون ديغلا توا زيدا باش نحط 12 ورقه من فوق وباش نقصها وندخلها للفرن دونك نحطوا كوش واحده فاكهه ما بيناتهم و 12 ورقه من اللوطه و 12 ورقه من فوق وندخلوها للفرن نقصوها نقصوها قبل شحور وندخلوها تسيب ومن بعد نشحروها وهي سخونه نقصوها قبل ما ندخلوها للفرن اي هنا نقصوها هكا نسيسوها ديما ما تنسوش باش تغطوا البات فيلو هاني غطيتها لك امورها واضحه شيف اسمع انا الكسكسي يفور قاعد يفور ويزول السوب قاعده تمشي باش نقليو السويب على البريك نتاعنا لا باش نحطهم في الفور باش تحطهم في الفور دونك توا عندنا الكسكسي نتاعنا يفور السوب قاعده تمشي هلولا باش تكمل تحط لنا 12 ورقه بات فيلو وتحط لنا البقلاوه في الفور فاصل صغير ونرجعوا دونك توا حطينا الزبيب يفور مع الكسكسي حطينا الحمص اللي الشيف اسمه ديما الحمص الطيب وقبل دونك الحمص طيب جوست باش يشرب الصوص ويظهر لي توا باش نسقيو هكا الزبيب فوالا اي باش نسقيه توا باش نسقيه لا ترمي قرن الفلفل نتاعك اي بيان سور اي باش نحي الواحد نحط قرن الفلفل هذا هي الشوربه سي حضرت دونك عندنا شو لو شوا اونتر باش نشيو الشوربه الزعره ماذا بينا نشيوها سواء قرص وعظم فص عظمة فص عظمة سواء اللي يحب يردها بلو اونكتيوز يعمل بالفرينة والعظمة والقرص وقتها ما يحطش لابات داكوغ دونك واللي باش يعمل بالعظمة والقرص اكاهو يحط البات هذيك سا غيست لو شوا دو واحنا توا شو نعملو احنا عندنا الشوا احنا عندنا الشوا انا باش نوريهم كيفاش باش نعمل بالفرينه والعظمه والقرص دوك اصعب نوريه لهم كيفاش هي مش اصعب راه انا فيها تكنيك نتصور هذيك جوست باش نرميو شوربه لسان عصفور لا اذا كان باش نعمل بالفرينه ما عرفش نعمل نحكي لك الاخرى يعرفوها يرميوها وكا هاو فوالا دونك العظمه شنو اللي باش نعملوا احنا توا باش ناخذوا مش مشكل نخلطوهم مع بعضهم هذوما ناخذوا الصحفه ناخذوا الصحفه باش ما مسخوش برشا نعملو كيما في الدار بنقص معون بنقص معون بيان سور بيان سور احنا علاش هوني باش نورديو دي زاستيوس حتى في المعون حتى كيفاش تتحرك كي تخش علينا في الدار يعطيك الصحة دونك باش ناخذ قبل ساعة الفرينة مش باش ناخذ برشا فرينة مغيرفة هكا تكفي مغيرفة متاع قهوة فيه ألف بركة باش تحط عظمة كاملة ولا الأصفر؟ لا الأصفر الأصفر دونك باش نحطو شوية ماء بشوية بشوية نحلو الفرينة دونك نحلو الفرينة بالماء وبعد نحلوها بالكدا خاطر مش باش نصفيوها من بعد ولا باش نصفيوها على الكعابر ولا حاجة كانت حلت لنا بالكدا من غير ما نصفيوها سينو عندنا هكا صفية غاديكا احنا تو نشوفو كيفاش مش باش نعمل برشا ماء انا خاطر دونك نكمل نحط العظمة ونحط القرص ونجم نحطوا صفية احنا راه مش مشكل فوالا دونك احنا هوني تحلت مي كومام اي باش ناخذوا نحطوا الابيض هوني الابيض نجموا نستعملوه في حاجه اخرى نجموا نحطوه في حكه في الفريجيدير اي دونك خاطر قعدت البرة تعملت العظمه لا دونك نحلوا باش نحطوا عصره قارص عصره قارص بيان سور باش نحيوا الزفوريه نتاع العظم ميرسي دونك جوست عندنا فص عظمه شويه فادينه حليناها في الماء وعصره قارص وباش تحط هذيا في السوب توا وتحرك يعطيك الصحه تري بيان باش تولي لنا اونكتيوز انا توا باش نمشي مع الشيف هيلا تخرج البقلاوه من الفور يظهر لي سي حضرت سي بون البقلاوه تهبط يعطيك الصحة مش
ما شاء الله كلون داك هذيا نشحروها وهي سخونه. احنا الشحور نتاعنا حذر حذر سي برد سي. بسم الله بشوي بشوي باش ما يطيروش الاوراق. لونها يهب تبدا على قاعده وفيها الكونتيتي بالقدام تاع الجولدينا جينا كيما نحبوا احسن. تشحروها هكا بالشحور دوك توا باش تشحرها تخليها ترتاح تشرب الشحور نتاعها. شيف اسماء احنا يظهر لي زاده السوب توا باش نحطوا البريباراسيون هذه اللي حضرتها توا نتاع فص العظمه والفالينا. هيك بديت تعقات وباش نفوروا الكسكسي. سي الكسكسي فور باش نسقيوا الكسكسي. ريحه القرفه ما شاء الله في في الاستوديو لهنا الروايح دو بارتو. عندنا الجولدينا من غادي والكسكسي نتاعك شيف اسماء. دونك نحب نفرغ لك شويه هكا ونعملوا الدريساج نتاعنا نحطوا انت باش تسقي لهنا باش تخلط. اي باش نخلط غاديكا هاك نحيي لك نقص لك شويه. نحطوا هذه هوني باش نرمي انا الفلفل ما نحبوش طايب ياسر الفلفل دونك جوست باش يفوح شويه. هذوما السوابع نتاعنا اللي حطيناهم في الفرن بكري حضروا حضروا من بعد تو نقصوهم الكبار نقصوهم حتى كي باش نرميو الفلفل من بعد ميساج كي نملحوه شويه راهو باهي. هاكا هاكا باش الملح شنو تحب نعمل؟ هلا بسم الله رد بالك خليوه هاكا نرجعو هذايا شويه. انا الفلفل نحبو يقعد اكلي فيه تقرمش شويه. شنو باش نعمل هوني باش نحي الزبيب انا تخلطهم بعد مع من بعد نحطو نزينو من فوق خاطر فما اللي ما يحبش الزبيب. دونك تقرا حساب العباد هذوك مغرفه هاكا سي تو فو وي فوالا هذاك يقعد شويه مش مشكل من بعد ماهوش برشا. دونك جوست كنت تحط لي انت اي فوالا. والشربه نتاعنا باش تقعد هكيك الخضره مقصوصه جويده هكيك مانيش باش نرحيوها لا 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 نخليوها هكيك. دوك توا مقعد لنا كان الدريساج فوالا نسقيو الكسكسي نحطو الشوربه نتاعنا مع السويبع البريك. دونك بيان سور عندها مش هكيكا لازم شويه سمن اكل فوله السمن هذيك باش نحط انا كعبه نوا مش فوله مره هذيك. انت حطيت بكري مزيد ما شاء الله هذيك في السيتي في السويبع. دوك توا باش نذوب مع الكسكسي ونزيدوا شويه نوع الموسكات كعبه كعبه وحدها وشويه فلفل الاكحل. انا جا نقول لك فما برشا يفوح وقت يحطوا باش يحطوا في الاكحل لا كيف باش يفوروا الكسكسي يحطوا وقتها يفوحوها النعمه. انا جو بريفير تفوحها بعد نحط شويه مش ما نحطش كيما قبيله حطينا في التوفيره قلت لك حط شويه نوع الموسكات. انا جو بريفير في الاخر باش هذاك يقعد لو جو الاخرين يقعد تحسوا. دونك نحطوا فلفل الاكحل زاده شويه هلا نجيب لك الساس. بسم الله يظهر لي سبع الفلفل اي باش ناخذ الصوص نعاود نغطي من بعد الطنجره خليها هو هكيك لو طون لي انا نفرغ. نجيب لك المرقه سيل تو بلي وي هيا رد بالك تنجم تصب انت تحب نصب روش ولا نصب لك هكا صب هكا ميسالش ميسالش صب هو باش يشرب راه ما تخافش رد بالك انت على يديك بركه. شفت لاصوص ماهيش خاطره ماهيش حمراء مستحمره فوالا. هكا نخليو الحم مع جرينات الفلفل اونكا كي مش نسحقوا المرقه ونزيدوا. انا ما طفيتش قلت خلي زيد الفلفل ياخذ شويه اي ميسالش هكا النار لينه هي ديجا فوالا. انا هكا يظهر لي دونك قعد لنا كان الدريساج يعطيك الصحة شاف هيلا سي زاد البقلاوة حضرت. دونك شوية آخر ونجيوك نجيبوا لك الكسكسي والشوربة نتاعنا. هلولا سي البقلاوة هلولا سي الديسير حضر. أها
اي بي تري بيان توا فيسع نحطوا هذايا الوغ كوم هو كسكسي عاده هو ان شاء الله غدوه ليله النص واحنا عطينا البراهيلي ليله النص نحطوا في حاجه عربي تاعنا دونك بون باش نحط نهزب هذايا خير مش باش نقليها هاد جوست نهز هاكا شفت كيفاش مفرق كعبة كعبة ما شاء الله كعبة كعبة برشا يقول لك ليه ما تحطش الماء سخون راهو تو من بعد ما يشربش المرقة نتاعو ليه يشرب بالعكس تحط دافي ساعة بوغ اكسيليغي لا كويسون باش يتنفخ في ساعة ما يشربش هو معناتها كي باش تحط له انت الماء الدافي هذاك ماهوش احمر هذا ماهوش احمر انا شنو اللي عملت انا مستحمر. انا قبيلة كي باش نفور التوفيرة الثانية خذيت المرقة نتاع الكسكسي بويسك هي خفيفة ديجا ما فيهاش برشا طماطم وسحمته التوفيره الثانيه بالمرقه نتاع الكسكسي. دونك صبيت عليه شويه وهو في الكسكيس وخلطته. خلطته وعاودت من بعد حليته ورجعته للكسكيس، دونك هو تفور ديجا التوفيره الثانيه بالمرقه نتاعو. بالمرقه نتاعو. انت ما تحبش يستر الكركم ما نجمو نستعملوا شويه زعفران كان عندنا. لا اجا نقول لك تحب تحط كركم حط، اذا كان حطيت طماطم ما عادش تحط الزعفران، ماذا بيك. اي الطماطم مع الكركم. وقتها باش يريح الزعفران ونعرفوا احنا معناتها يا ازعر ازعر يا شويه كركم. دونك سي ان برودوي نوبل وغالي دونك سوا باش نطعموه في الماكله نتاعنا سينون زيت. دونك توا باش نزينوا الكسكسي نتاعنا ونصبوا الشوربه ويكون كل شيء يحضر. تحب تفرخها انت ولا تحب نفرخها انا شوربه كيما تحب. يلا بسم الله عندك اللوش عنا فيش باش نفرغوا بيان سور بسم الله حسيلو ملا بقلاوه وملا هي هكا باش نرمي عايز يرانا صايمين فوالا الصوابع نتاع فطير العش حضروا يعطيك الصحه دونك هذوما ما همش صوابع بريك على خاطر ما فيهمش العظم دونك جوست حضرناهم مع السوب نتاعنا اللي هو البلا الكل اسمه فطير العش يعطيك الصحة شيف أسماء شيف هيلا كان كملت إجا بحذينا سي بون كملنا يعطيك الصحة ديسير اليوم معنا عندنا البقلاوة التركية والكسكسي الازعر الكسكسي بتاع دار العرس اللي نقاوه ليه هو احمر برشا ليه هو ازعر سبيسيال اليوم المنيو نتاعنا سبيسيال ليله النص حضرناه لكم بالمسبق غدوه ان شاء الله ليله النص هكا يكون حضرنا لكم ان منيو حاضر بلا لونتري البلا الديسير وهكا غدوه تنجموا تقضيوا قضيتكم وتعاودوا المنيو اللي عملناه احنا اليوم وكان عجبتكم لا غوسيت ونجحت معاكم وبقدره ربي باش تنجح معاكم تبارتاجيو معنا التصاور نتاع لي بلان نتاعكم على الباج فيسبوك الكوجينه وان شاء الله بنت اليوم عجبتكم ونتقابلوا غدوه في غوسيت جديده في منيو جديد وشهيه طيبه. فانواز حلوة منك محلاك محلاك يا لميمة ما كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوا اي سون ويل دو بالم